كان كتير شي حلو. خلينا اوه لا لا يا شباب، شو اللي صار؟ السلام عليكم شباب، ويلكم باك فيديو جديد. طبعا شباب الفيديو عم نلعب لأول حلقة وأول مرة سكاي بلوك يا شباب. طبعا كتير 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 متحمس له السلسلة، وفي كتير ناس طلبت مني، وهي السلسلة بإذن الله حتكون بسيرفر فيكم تحكوا عام، يعني كلكم فيكم تيجوا وتلعبوا معي وتشوفوا الجزيرة تبعي في حال بتكون تشوفوها. فخليني ما بدي اطول السبون هون، خلينا دوري نروح على الجزيرة مشان نورجيكم الجزيرة واشرح لكم اللعبة. بكل بساطة تعملوا سلاش اي اس، هذا الشيء الوحيد اللي بعرفه عن اللعبة. بعدين بحدد لكم لأول مرة شو الشغلات اللي بدكم اياها، فيكم تختاروا اي واحدة من هدول، بس هدول كلهم حكى لي الادمن انه صعبين، فاختار الاولى لانه الاولى هي الكلاسيكية الاحلى اللي ممكن تكون دائما احلى واحدة لإلك. فهي بلشنا لاول مرة بالسلسلة، والله سلسلة حتطلع رهيبة صدقوني. بس اول شيء اخفي الشات يا شباب مشان كمان ما يكون في شيء غلط بالشات. نعمل سلاش توجلز، توجلز هيك بتنكتب على الاغلب، تماما هيك. بعدين بنخفي الشات، وين الشات؟ لانه لازم اول شيء هياتو. هي خفينا الشات يا شباب، وبعد ما نخفي الشات كمان شو بنخفي؟ بنخفي البرايفت مسجز، وبنخفي السمارت شات، يعني بنخفي كل شيء تقريبا مشان يبطل يوصلنا اي شيء مزعج، ويصير بس الشغلات المهمه من اللعبه توصلنا يا شباب. فهي الجزيره دي زي ما شايفين الجزيره العاديه، وسكني جميل، والجزيره من تحت هيك انا كبس في خمسه مشان اشوف في حبه بدروك تحت. فهيك بتبلش اي جزيره سكاي بلوك عادية يا شباب. هون بكتب لنا اهلين فيك ماين هيروز، هذا اسم الاي بي تبع السيرفر يا شباب. كاتب سيرفايفل، يعني سيرفايفل كلكم تعرفوا شو السيرفايفل، استكشف وعيش واستمتع كمان هاف فن. شوف شو في هون مكتوب، عم بحكي هدف هي السلسلة انك تحل كل التحديات، وهذا اللي احاول احله يا شباب، انه احاول احل معاكم كل التحديات بالسلسلة. كيف بنطلع التحديات؟ نكتب سلاش تشالنجز، يعني هاي لا بالجي مو بالدي، هيك بنطلع كل التحديات يا شباب. خلينا نشوف التحديات. هون عم بحكي لنا جلاس ميكر، يعني صانع الزجاج. هاي الطريقة هيك اذا صنعت زجاج تاخذ لأول مرة 10 دولار يا شباب. طبعا في مصاري، أهم شيء نجمع المصاري ونحل كل التحديات. وشو الثاني؟ الثاني هي إنك تصنع خبز يا شباب، واللي بعدها إنك تصنع ألوان، الألوان كمان بتجيبها من العشب وكذا، اللي بعدها إنك تصنع ورق. كلياتهم بتصور بنقدر نعملهم، وصدقوني في تحديات لسه بعد هدول كتير، شايفين؟ هدول للمحترفين وما محترفين. وان شاء الله يا شباب اذا حبيتوا هي السلسلة صدقوني حيطلع فيها كتير تحديات. اوه لا شو كبست هاي بالغلط، هي انه كيف بتصنع كيف بتحل هذا التحدي، كبست عليها ما بعرف شو اللي صار، كأنه صار شيء بتصور خطأ من يمكن كبست عليها اخذ الكابل ستون، لان واحد بس يبلش ببلش عنده اغراض هاي العادية يا شباب، بس يبلش الكل هيك ببلشوا. وهون الشغلات الثانية في تحديات كتير، فحنحاول نحل التحديات واحد ورا الثانية. خلينا اول شيء نستكشف الجزيرة. هون شوفي مكتوب عم بحكي لنا انه في عندك سلاش كيتس. شو هي يا شباب؟ هي هي زي الفاكشنز يا شباب، هي الكتات كل واحدة بيعطيك شغلات اضافية، ولانه انا يوتيوبر مفتوحين عندي هدون كلياتهم، انتو بس تفوتوا مفتوحين عندكم نصهم بيكونوا كأنه. فخلينا نشوف شو في هون. هي الشغلات الطبيعية اللي بتبلش كل واحد سكاي بلوك، ببلش بهيك شغلات يا شباب، اللي هي هي تبع الشجرة، وكمان ويت هي مشان تصنع خبز وما خبز، وهي خبز مصنوع جاهز، وكمان صبار ومشروم، يعني كمان بنقدر نعمل شغلات إضافية يا شباب من مشروم. وفي كمان عن نوع جديد من المشروم. وفي هون سوكر كينز اللي هي قصب السكر وسيدز والشغلات هي العادية كلها، هاد البونز مشان يساعدنا بالتسريع اسرع منبني. وهون كمان ضواء وشغلات يعني جدا رهيبة، واللافا باكيت والايس، هدون الشغلات جدا جدا اساسية. خلينا نحط الشغلات، هي الشغلات اللي بلشنا معاها، كمان شغلات منيحة
نحط هاي الشغلات هلا حاليا مقدما بس من البكاكس ونقرأ هون شو مكتوب. اوه اوتاكو جيمرز كو، يعني بقرة اوتاكو جيمر يا شباب. هاي البقرة تبعنا حنربيها وان شاء الله بنعطيها اسم. اكتبوا لي اسم هاي البقرة تحت بالكومنتات، ما بناوي اعطيها اسم يكون جميل هيك من منكم انتم المتابعين، مشان اضلني اتذكركم دايما بس العبها وبس اشوف السلسلة وكلنا نشوف السلسلة مرة تانية بعد فترة طويلة نقول اوه بتتذكروا. فخلينا هلا نشوف الشغلات الإضافية بالجزيرة. جزيرة عادية جدا. الحلو كمان انه يعني حتى السيرفرات بكون فيها شوفي هون، في هون ساند. الحلو بالسيرفرات يا شباب انه دائما بيكون في شغلات اضافيه، يعني في سلاش شوب هلا بورجيكم اياه، شايفين هون فينا نشتري شغلات اضافيه، سبونرات بنقدر نشتري اكل، بنشتري موب دروبز اللي هي الشغلات اللي بتقام موبات، شغلات كثير اضافيه، موسيقى كمان فينا نشتري كثير 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 شغلات. فكل هاي الشغلات حتكون شغلات مميزه بالسلسله وكلكم حتقولوا واو عن جد شغلات رهيبه. فخلينا نبلش كاي بدايه ثانيه باننا نشيل الشجرة يا شباب، نزيل الشجرة وبعدين نصنع اكس ونصنع الشغلات الاساسية. لا الخشبة وين راحت؟ لا تقولي وقعت. الحمد لله ما وقعت. خلينا نجمع الخشبات لانه بنقدر نصنع كتير 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 شغلات. في عندي كتير افكار ببالي، ولكن انتو اذا عندكم افكار اكتبولي هاي الافكار، لانه متأكد انه هاي الافكار باذن الله حاعمل لكم اياها كلياتها. عن جد بنقدر نعمل كتير شغلات. تخيلوا انه جزيرة كاملة بالهواء وفينا نبني كتير شغلات عليها، شغلات سرية ما سرية. هي البقرة خايفة عليها توقع بطريقة ما. فخلونا نجيب هدون بتصور انه حتى اذا شلتهم بايدي او بدون ايدي نفس الشيء. فخلينا ندير بالنا ما يوقع شيء منهم لبرا. هي تمام ان شاء الله بس ينزلوا لي على الاقل واحدة. اوكي لحظة، هي كان في شجيرة عندي بالشيست وقت اللي بلشت، فهذا الشيء منيح مشان حتى اذا ما نزلت الشجره وصار كان حظي سيء. لا يا رب تنزل، يا رب تنزل، بكون صار عنا تنتين بس نشوف هل حتنزل. لا يا شباب تخيلوا ما نزل. لا نزلت واحده. عم بقول ليش ما نزلت ولا واحده؟ هي صار عنا ثلاثه. حلو كتير، هي صار عنا ثلاثه يا شباب، صار فينا نزرع. وهدون خليني اشيلهم مشان نحطهم مكان احسن، كله بدي اغير الترتيب تبعه بحيث انه عن جد يطلع شيء احلى بكتير. هي شلناها وهي البقرة خايفة عليها صراحة، لهيك بدي احاول احبسها بطريقة ما. وين ال كيف بنعمل فنس؟ والله ما كيف بنعمل فنسات، لهيك حاحاول احبسها بحيالله بلوكات عادية بس مشان ما توقع برا العالم يا شباب، لانه اذا وقعت برا العالم لا انا كنت حاحاول والله اذا وقعت برا العالم كان راحوا الخشبات علينا يا شباب. لا 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 خليكي جوا يا بقرة، خليكي جوا بعد اذنك. لا بعد اذنك ممكن تفوت جوا، ممكن تفوت جوا، ما بدي اضربها يا شباب. لا طب لحظة عندي من هي يا اخي استراتيجيات انا ما بدي اضربها لانه طلع عم تلحقني. تعال الحقيني اوكي الهياتني انا هون 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 الحقيني، تعال الحقيني هي تلحقني. لا الله علي، تمام حبسنا البقرة يا شباب. خلينا ناخذ هذا الزايد من هون وهلا بنظبط المنطقة. بس اول شيء واهم شيء بالسكاي بلوك زي ما كلنا بنعرف انه هذا الكبل ستون جنريتر، طلعوا يا شباب. وات نزل لي كول، يعني الكبل ستون جنريتر المفروض ينزل بس كبل ستون، اسمه كبل ستون جنريتر بينزل لنا شغلات تانية. واو شغلات حلو كتير، يعني اذا هيك يا شباب بنقدر نطلع شغلات كتير اضافية ونطلع مصاري اسرع بكتير. نقدر نبيع طبعا كل شيء يا شباب، وفي هدف من الاهداف انه نبيع كل الشغلات اللي منجيبها. فطلعوا كمان مايننج سكيل، طلعوا يعني صار عندي طاقة التكسير، هي كل ما زادت بتصور انه بصير يعطيني شغلات زيادة وكذا. واو والله شيء رهيب، يعني فيني اطلع مو بس كابل ستون من هون، فيني اطلع دايموند وشغلات. ما بعرف اذا دايموند بقدر اطلع ولا لا صراحة، ولكن بنشوف اذا بنقدر نطلع دايموند ولا لا. هاد شيء بيطلع جدا رهيب. شو هاد يا شباب؟ شفتوا صرت اكسر بسرعة جدا رهيبة، بس كبسة يمين وشفت والله في شغلات كتير رهيبة واسطورية. لهيك بحب العب سيرفرات يا شباب، الواحد بس يلعب سيرفرات بطلع له شغلات اسطورية حتى بكون مو مفكر فيها. فطلعوا هلا المايننج سكيلز عم بتزيد عندي، فبصير اقدر احفر بسرعة اكبر، والله شيء جدا رهيب. بس شو هون كان مو كان في تحت شغلات؟
تحدي يمكن كان في بلوكة عادية. أوه لا لا يا شباب، لا لا لا، كرست 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 كرست، لا 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 لا. أوه والله آخر ثانية شلتها، كانت صار عندي مشكلة الحمد لله شلتها، فما كرشت ماينكرافت علي. خلينا نشيل كمان كم حبة من هون ونبلش بالبناء ونستكشف السيرفر ونشوف كمان نستكشف قرى جديدة. لا أوه عاد مرة ثانية، مو قرى جديدة وإنما جزر جديدة يا شباب، يعني نستكشف مثلا جزر الناس وكذا. بس بالحلقة الأولى حكتشف لكم جزيرة أو جزيرتين للناس عشوائيين، وبعدين بدي أكتشف معاكم يا شباب أو الأحرى جزر اللي أنتوا صنعتوها. فاللي بصنع جزيرة حلوة وكذا يكتب لي اسم حسابه ماينكرافت بالكومنتات، وأنا بكل حلقة بدي أصير أزور 2 من جزركم يا مشتركيني، وتكون كلياتها يعني إبداعية وشغلات من صنعكم. أنتوا بس اكتبوا لي اسم حسابكم وأنا بقدر أروح أشوف الجزيرة تبعكم، لأنه في أمر بقدر يروح اللي هو اي اس، يعني كلكم فيكم تروحوا على جزيرتي وإن كنت كتبوا اي اس بعدين دبليو اي ار بي اللي هي وورب، بعدين تحطوا اسمي اسمي هياته. هذا الامر اذا بدكم اياه احط لكم اياه كمان تحت بالشات، فيكم كلكم تيجوا وتشوفوها. بس ما بتقدر تسوي شيء فيها لانه بس صاحب الجزيره هو الوحيد اللي بقدر يسوي فيها للاسف يا شباب، ولا انا كنت بدي ابني معاكم وتطلع شيء رهيب، ولكن كل واحد ببني بجزيرته يا شباب وبطلع شيء اسطوري، بانه كل واحد بشوف شغلكم وتعبكم وبطلع شيء اسطوري. خلينا نشوف، طلعنا 19 حبة ايرون، هاد شي كتير 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 منيح. خلينا نختار اول شي اسم انه هذا مرايح ورايح، خلينا نكسر هدول البلوكات ونحط هذا الفرن وهذا هون، وخلينا يا شباب اوه طالما عندي فرن بقدر احط هدوم فيه ونبلش بالحرق مشان كمان ناخد دروع. يا شباب حرام نضل بلا دروع، طلعوا سكني قديش حلو بلا دروع، ولكن مع دروع بصير احلى، وكمان بدي البقرة ما تهرب، فاقترحوا لي اقتراحات مشان اسويها بالبقرة. اوه كمان عنا من هدون والله شي حلو، يعني بقدر اسوي هلأ الاكس اللي بدي اسويه وبطلع هيك شيء اسطوري، وبنبلش بنسوي الشغلات المميز. او لا كنت حاسوي بكاكس بالغلط، هات لي الاكس يا شباب، الاكس خليني احفر من الطرفين، وكمان ما بعرف محتار يا شباب. شوف البقرة راسه طالع عم تطلع بعينها، ليش حبستني؟ زعلانة يا حرام، بكره حنعمل لك بيت كامل، ما تطلع فيني هيك، ما تطلع فيني هيك. والله يا اخي مرات بحس انه الشغلات ماينكرافت عن جد بتسمعني وكذا، لدرجة انه بصير لا تزعلي هيك، لا تطلعي فيني هيك، انا بزعل بعدين. ما بعرف اكتبوا لي انتو كمان هيك بتحسوا مرات انه المخلوقات الموجودة بماينكرافت بتحسوها عن جد موجودة، تطلعوا محبوسة هيك حرام لحالة. طب تطلعوا اذا اسمنا محبوسة، خي يعني عندي وقت لاكتشف كيف بصنع الفنس، خلينا نجرب كيف نصنع الفنس. بتصور بلوكتين من هون وتنتين من هون، لا هذا مو في الفنس، هذا البوابة تبعه يا شباب. الفنس بتصور بالجانب المعاكس تبعه، يعني شو اسمه بالنص بيكون. خلينا نجرب هيك الفنس، الله علينا زبط الفنس، حلو 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 حلو. خلينا نحط هدون كمان ونصنع فنسات زيادة، 6 فنسات بكفوا، 1 2 3 4. اوه بتصور يا شباب بكفونا، بس خليها ما تهرب ما تهرب. اوه ما هربت منيح، خلينا نغلفها من كل النواحي، من هون كمان بلوكي، الله علينا. ما بعرف صراحة، خايف اشيل هاي اشيل بلوكة واحدة تقوم، قصدي انه تقدر تطلع من بين البلوكات. خلينا نجرب هلأ يا شباب اذا بتقدر تطلع ولا لا، خلينا نشيل هدون هاي نحطها هون، بس لا احتياطا مشان ما تقدر تهرب ابدا. اوه لا 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 احترقت احترقت يا شباب، اوه والله الحمد لله انقذت حالي اخر ثانية، ولا كنت عم بحترق يا شباب. خلينا نصنع كمان زيادة مشان ما تقدر تهرب ابدا ابدا، لانه ما بديها تهرب البقرة اللي بدي كلكم تقرروا لي شو نسوي معاها هاي البقرة الحنونة. اللي ما بعرف حاسة كتير منظرة يعني عفوية وحبابة حلوة. خلينا ناخذ هدول ونشيل، لا تهرب ايها البقرة، خليكي موجودة حتى الحلقات القادمة، بدنا نخليها تحدي هذا كمان يا شباب، تضل البقرة عايشة طول السلسلة. وكمان شوف اذا حنجيب حيوانات اليفة اخرى، لانه يا اخي الحيوانات الاليفة شي جدا بحل السلسلة وبخليها احلى. طلع منظرة طلع. يا اخي كيوت البقرة كيوت. خلينا ناكل هي، وبعد ما ناكل بناخذ كمان شوية صغيرة، وبعدين خلينا هلا احكي لكم شغلات ممكن اسويها. صراحة يا شباب كنت محتار اصور لكم مع فيس كام ولا بدون، بعدين حكيت انه هي اخلي لكم اياها كمفاجأة، بس بطلت مفاجأة لانه حكيتها هلا. ما بعرف صراحة اذا على 100,000 حاسوي لكم اياها ولا لا، انتوا اكتبوا لي بالكومنتات. وصراحة كمان مو متأكد منها، يعني حتى لو قررت انه اسويها بس صار عندي ظروف يا شباب، مو دايما بصور بقدر
صور فيس كام، لهيك ما بعرف انتو حمسوني بالكومنتات، وكمان شيء مو مؤكد يعني بحكي لكم انه يعني احتمال ايه واحتمال لا، واحتمال انه لا اكبر بشوي من انه ايه بس بخلال هاي الفترة، ولكن بعدين باذن الله يا شباب بتصير كلياته من قراراتكم. لا شو اللي صار؟ قلتش راحت ظبط. هي بعد ما ظبط هاي الشغلات اللي عنا، خلينا هلا ناخذ دروع، خلينا احرق زياده، وخلينا ابلش بالدروع مشان نروح نشوف كمان الناس القرى الثانيه. هلا قريتين هاستعرض، ما بعرف قرى مين او شو مسوين فيها، ولكن بنشوف، وانتم اكتبوا لي استراتيجيات لاسويها وشغلات اضافيه اسويها، لان دائما احلى شيء لما انتم تقترحوا علي، لانه عن جد هي الاقتراحات بتكون احلى بكثير من انه انا لحالي اكتشفها. وخلينا هلا، اوه صح تذكرت كان في سلاش كيت، هي الشغلات بتعطينا شغلات اسطوريه. كل حلقه يا شباب ححاول افتح شوي منهم او بدي اشوفهم هلا شو هي الكتات بتعطينا. هذا الكيت ويكلي يعني الاسبوعي، اعطاني شغلات اضافيه، خلينا نحط هي الشغلات بالشيست، او خلينا نصنع الشيستات نحط فيها هي الكتات مشان اشوف اذا بدكم يعني استخدم الكتات، ولا بتعتبروها انه شيء يعني حاليا ما لازم استخدمه بس ليصير عندي شغلات اكبر وكذا، ولا بتحبوا انه استخدم الكتات. خلونا نجرب. هي الكتات هي مساعدات يا شباب، بحس انه الواحد يبدع بالبناء اكثر ما يبدع بتجميع الاغراض. يعني ليش الواحد يجمع اغراض ويتعب وكذا، خليه يحط الاغراض اللي عنده كلها ياخذها من اصحاب السيرفر، بعدين يتعب بالبناء وكذا. بس طبعا نحن حنشتغل بالشغل الطبيعي الكامل كلياته معكم. هي الكيت ويك اللي اخذناه، الكيت البيلد هي تبع البناء. اوه بلوك الدايموند، اي بلوكتين ايرون، بلوكتين جولد، واو واو عن جد شيء كتير حلو، وبلوكات ضو كمان مشان الدنيا اذا صارت ليل، يعني شغلات اضافيه وشغلات جديدة ما كنت بتصور انه هيك في لهالدرجة بيعطوني شغلات قوية. كنت بتصور بلوكات وما بلوكات. بس خلينا نشوف الكتات اللي بعدها، مثلا كت هيرو، كت هيرو كت هيرو بيعطينا كت هيروز كت اي هيروز عصابة هيروز موجودين يا شباب بيعطيني دروع دايموند، واو واو والله دروع الدايموند. طب خليني البس دروع الدايموند اذا هيك، مع اني سويت دروع عادية، بس يلا بنلبس دروع الدايموند. وخلينا نحط بشست تاني شغلات، اعطاني كمان بلوكات وخمسة دايموند يا شباب، ودروع وشغلات مطورة. خلينا نحط كل شيء، خلينا اول شيء نحط كل الاغراض اللي ممكن ناخذها بالشستات، بعدين نجرب نلبسها يا شباب. مع انه كنت ناوي ما اخذه، بعدين حكيت انه الطلب موجودين وهي مساعدة من اصحاب السيرفر، انتوا اكتبوا لي اذا بدكم اصير اخذ هي الشغلات بالمستقبل، ولا اخليه انه كله انا اللي اصنعه بنفسي يا شباب. هي خلينا نحطه هلا بالشستات ونشوف هل فينا ناخذ الشغلات الاخرى. التايتن اللي هو العملاق، او بروتكشن 2 يعني لسه هي احسن، عم بيعطينا اغراض اقوى يا شباب. بس كانه صار في عندي كتير 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 اغراض، ما حاخذ اللي بالنص لانه بصير عندي هيك كتير اغراض، وبعتبر انه هذا الشيء يعني شوي مو قانوني، ما بعرف صراحة إذا قانوني بالنسبة لكم ولا لا، بس هي بالنسبة للسيرفر هي شيء الكل بعمله، حرفيا الكل بعمله. خلينا نجرب الألتيميت والألتيميت بيلد والشغلات الثانية يعني، والليجند كمان لأن شكلها حلو، خلينا نجربها. أوه بروتكشن 3 يعني هي لسه بصير أقوى، هي مشان في حال واحد بده يعمل بي 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 أو شيء. فورتسن 3 والله يا شباب هي أحسن بكتير، احسن عن جد بكتير من الشغلات العادية. خلينا نجرب الشغلات، الكت الالتيميت اللي هو احسن كت، اوه بروتكشن اي في، هذا حقلبسه واخليه معي يا شباب، هذا خلينا نضبه بس. والشغلات التانية هدول اللي حاستخدمهم يا شباب بالسلسلة، خلينا نحط الكابل ستون والستون ونظبط منظرهم يا شباب، بحس انه نقدر نبني. وهلا بنبلش بالبناء يا شباب بالقريه. طبعا شوي شوي حطلع الحلقه شوي طويله، بس لانه عن جد عن جد صدقوني مستمتع بالحلقه ومستمتع بالبناء، وزي ما انا مستمتع انا متاكد انكم مستمتعين وبتحبوا هيك حلقات. فاذا بتحبوا هيك حلقات اكتبوا لي اياها ببساطه مشان نصير نكمل هاي الحلقات مع بعض يا شباب. خلينا ناخذ الكت الاخير اللي هو الالتيميت بيلد. وات اوه شغلات كتير لدرجة انه ما تحملت الانفنتوري عندي. خلينا نضب الشغلات، هلأ بنقدر نبني يا شباب كتير عن جد كتير شغلات، وبنقدر نبيع هاي الشغلات مشان ناخد مصاري، مشان نبلش بناء السبونرات وما سبونرات، مشان نزيد ليفل قريتنا يا شباب، لان زاد الليفل تبع القرية بنصير من الاوائل على القرى. فاذا صرنا من الاوائل هاد شي جدا حلو، طلعوا هذا اسرع بكتير والسريع منيح وبيطلع شغلات اكتر، فشان
شايفين صار فينا نجمع شغلات اسرع، خلينا نضب هاي الشغلات، وكمان بدنا نضبط مخزن ونضبط كل هاي الشغلات. بس هاي بتصور انه هالحلقات الثانيه، لانه ما بنقدر نسوي كل شيء بحلقه معنا. بدي اسوي كل شيء اليوم يا شباب، متحمس كثير لهالشغلات، ولكن خلينا الحلقات الثانيه وكلكم بدكم تشوفوا هاي الشغلات. خلينا هلا نشوف شو في كمان ممكن نقدر نسوي بالثانيه. وهلا خلينا بعد ما جمعنا كل الاغراض المنيحه، ما بعرف بصراحه ابلش بديكور القريه او بالاحرى الجزيره، لانه اذا ما بلش بالديكور هلا فحتكون القريه مكركبه وما حيطلع شيء كتير حلو. فخلينا نبلش يا شباب بالديكور. اول شيء الشغلات اللي بحتاجها اكيد الجراس بلوك، وخلينا نبلش بناء البيت. بتصور البيت بالحلقه الجايه حنسويه، ما بعرف اذا زاد عنا وقت هلا بنقدر نسويه، بس الحلقه ما بدي تكون كتير كتير طويلة مشان كلكم تتابعوها وتكون شي رهيب. خلينا بالجراس بلوك كله هذا نبنيه، فبطلع منظره كتير حلو. هاي جراس بلوك تقريبا 3 ستاكات جراس بلوك، هذا كتير شي حلو. خلينا اوه لا لا يا شباب، شو اللي صار؟ اوه الحمد لله الحمد لله، الاغراض ما بتروح، والله قلبي وقف. لا شفتوا اللي صار يا شباب؟ صار لاج، قمت وقعت يا شباب فراحوا. اوه لازم ادير بالي، الحمد لله الاغراض ما بتروح اذا الواحد وقع، هاد شي كتير اوه لا مرة ثانية. استنوا في سلاش فلاي بتصور؟ اوه لا ما في سلاش فلاي، اوه ما بقدر اطير وانا هون، لانه هذا يعتبر بس بقدر اعمل سلاش فلاي هون يا شباب، لانه عن لانه عملت سلاش فوت، فالكل بقدر يعمل سلاش فلاي هون بهي المنطقه مشان يطلع احلى. هذا الطيران بس ما بقدر اطلعه طيران، بس بطير وبدون جيم مود بدون اي شيء، لانه اصلا السيرفر مو سيرفر، يعني ما بقدر اسوي شيء من هاي الشغلات، بس سلاش فلاي الكل بقدر يعمله. حتى انتم اذا فتوا على السيرفر بتقدروا تعملوا هاي سلاش فلاي، لانه بتخليكم بس تطيروا. فلازم ندير بالنا مشان ما نوقع. تطلعوا شايفين وعنا مرة ثالثة، ما بعرف ليش يا شباب، استنوا شوي هلأ هي آخر مرة، إذا ما زبطت معناتها لازم أشوف لي حل لهي الشغلة. بس ما بتصور إنه حوقع مرة ثانية، لأنه خلص هلأ حصير حذر بهي الشغلات. خلينا ندير بالنا حبة حبة، أها هيك شايفين، بس حطوا واحدة بعدين ابنوا بناء عادي بعدها بقوم بطلع شي ظابط. خلينا نبني، واقترحوا لي كمان يا شباب شو نبني شغلات إضافية هون، ممكن نبني شغلات إضافية، شغلات أسطورية ما حدا بعرفها، يعني ما حدا بانيها من قبل، شغلات مميزة ما بعرف صراحة. بس متحمس كتير للبناءات، يعني لأنه أنا زمان 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 كتير مرة واحدة حاولت أفوت سكاي بلوك، بس كنت كتير نوب ماينكرافت، ففوت كم يوم وما اشتغلت فيها كتير، كنت كتير نوب ماينكرافت. هالكلام تقريبا قبل 3 سنين، يعني ما كنت ابدا اعرف ماينكرافت. بس هلا انتم منيح محترفين كتير بماينكرافت، وكلكم محترفين ما شاء الله، حتى في كتير منكم محترفين اكتر مني بكتير، فاذا اقترحتوا لي شغلات بطلع كتير شي رهيب. خلينا هلا نوسع القرية شوي الجزيرة، ونشوف اذا بدنا نظبط ديكور تبع الجزيرة لو شوية صغيرة على الاقل، لانه اذا ما زبطنا هالديكور بتصير عندنا مشكلة بالمستقبل، لانه بصير كل حلقة الاولى الحلقة اللي بعدها الحلقة اللي بعدها. ولكن بس نبلش بالبناء دائما، بس الواحد يبلش بالبناء. اوه كنا هوا مرة تانية، انتو كلكم عم تقولوا اوه كان هوا. فهلا بإذن الله حنخلص انه ما عاد اوقع وقعات غبية، لانه عرفنا الاستراتيجية. وكمان هلا كلكم تقدروا تساعدوني بالاقتراحات، كل واحد ينزل ويقترح لي على الاقل اقتراح واحد حتى لو بسيط، لانه الاقتراحات البسيطة هي الاقتراحات احلى الاقتراحات، مشان تخلي المنطقة عفوية وكذا وحلوة هي الشغلات بحب. خلينا ناخذ الاكس بي اول شيء، نسيت اخده، نحط كل الاكس بي مع بعض يا شباب ونشوف قديش ممكن ناخذ اكس بي، مشان كمان نشوف يمكن في تطويرات اسطوريه مميزه بهذا السيرفر، لانه هذا السيرفر صراحه طلع شيء عن جد مميز، وما كنت متصور ابدا انه يكون فيه هيك شغلات. فخلينا نبلش بالاكس بي يا شباب، هي نحط اول وحده. وات طلعوا 35 ليفل عندي، 41 ليفل 49 ليفل، والله السيرفر كتير كتير فيه شغلات مميزة، والواحد ابدا ما بتصور طلعوا 57 ليفل جمعتهم يا شباب. فخلينا هلا نسوي كمان
ديكور بحيث انه يطلع مميز شوي. خلينا نبني بهذا النوع من البلوكات انا بحبه، لاحظته يمكن بالحلقات الماضية انه بحب هذا النوع من البلوكات. خلينا نبني بس هيك على الاقل لو بس مدخل البيت. واقول لا لا لا، بتصور انه هلا يا شباب مخرج الواحد يبني لهيك بس احاول. او لا 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 يا شباب، شو هذا الصوت؟ ما بعرف شو هذا الصوت. خلينا نحاول هون نكمل من هون ومن هون. بتصور انه هلا البناء حيطلع شيء معقد، وصراحه زي ما حكيت ناوي انا اشوف اشتغل على اقتراحاتكم، مو بس كله يكون مني شخصيا، لانه بحب دائما اقتراحاتكم هي اللي تحل السلسله. فخلينا هلا نروح كنهايه نشيك على الجزر الثانيه، نعمل اي اس وورب ونعمل حيالله اسم عشوائي. هي هذا ما عنده وحده. طيب خلينا نعمل اي اس ونشوف احسن الجزر. بتصور هيات فول كوماندز ايس ايلاند توب هياتها. شو هي الشغلات؟ هي الشغلات المميزه. طب استنى خلينا نشوف بالتوب، يعني هي مين اكثر الناس اللي معهم مصاري بالسيرفر يا شباب. بس نشوف اكثر الناس اللي معهم مصاري بالسيرفر، بنقدر نروح ونشيك على جزرهم. بس خلينا نشوف، او خلينا نروح مثلا على هدول الناس الهيلبر مثلا. خلينا نروح هالمره عند الهيلبرين الموجودين اي اس وورب. شو اسم الهيلبر الاول؟ بليك. هي لا لا لا، مو هاد مو هاد مو هاد مو هاد، منيح كنت حروح على واحد بالغلط الثاني. وينو بليك؟ هياته هذا الهلبر الاول. هذا ما سامح حال شو اسمه. طيب نحاول على المحاوله الاخيره على هذا، اذا ما زبطت نحاول عند هذا ثاني، لانه انا وعدتكم نروح، واذا ما رحنا بكون يعني شيء مو منيح. فخلينا هلا نروح على هذا جيمس. الله علينا، فتنا هياته. اوفيشلي هيلبر سينس 17/7/2017. سبعات كثير. هذا عم بحكي انه هو هيلبر رسمي من 17/7 يا شباب. وهون اهلين بالجزيره تبعي. خلينا نشوف، والله جزيرته كبيره. طلعوا يا شباب، هذا اللي عم بحكي لكم عنه، الجزر الكبيره الحلوه يعني اللي الواحد عن جد بحب يشوفها ويشوف الشغل المميز فيها. خلينا نشوف هون هون اذا بدك تتبرع بشي، لانه عن جد جزيرته حلوة، حتبرع له يا شباب. شو عندي بشغلات ممكن اتبرع فيها؟ حتبرع له بحبة ريدستون يا شباب. هي تبرعت له بحبة بلوكة ريدستون. هون كاتب كتير شغلات ما عندي وقت اقرأها، بس حاطت روس هون وشغلات حلوة. والله الروس حلوة هون اللي حاطة، منظرة كتير مميز وكذا. ونشوف اذا في شيء كمان. عم بكتب انه في كمان عنده محل للبيع. طلعوا كل هالمي حاطه، والله تعبان كتير على جزيرته. نقدر نشوف هالشيء انه تعبان، او انه هذا يمكن هي مو مي، هذا ازاز بس طلعوا. هذا كتير صعب انك تعمل دائره، صدقوني كتير 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 صعب جدا. خلينا نعمل سلاش فيد اول شيء مشان يفلل الاكل تبعنا. ونشوف هي جزيرته يا شباب، خلصت هون. عامل دائرتين بس قوني، هدول متعبين كتير انك تعمل مثلهم، يعني حاول تخيل انك تعمل كل هدول. فخلينا نروح على السبون، ولا نروح على الجزيرة؟ لا خلينا نروح على السبون وننهي بالسبون يا شباب. اوكي يا شباب، ومنكو وصلنا لنهاية الحلقة. اذا عجبتك الحلقة لا تنسى اللايك، واذا بدك تشوف هيك شي حلقات مرة تانية حط لنا اللايك زي ما حكيت لكم، مشان اشوف كمية حماسكم. وفي تصويت فوق بالزاوية، لا تنسوا تصوتوا اذا بدكم تشوفوا هيك شي. واذا عندك اي اقتراحات ما تنسى تترك لي اياها. ويلا ما بطلع عليكم، السلام عليكم، سلامات.